عنه عن صفات الفنان اللي لازم يكون عنده اياها ليقدر يجيب ناس، مش بس يلي بيحبوا فن، اكثر من الناس يلي بيحبوا فن، يجيب الناس اللي حتى ما بيعنيهم الفن. طيب مثلا وين ممكن تنحط هاللوحات بالبيت؟ كيف ممكن تنعرض؟ هودي التابلويات هن بجسدوا زمن معين، بس بزمننا الحديث، انه هن هودي هلا هيك بس بيحكوا كثير حكايات، لانه هن هلا هيك بيحكوا كثير حكايات، بينحطوا بالبيوت الكتير مودرن اليوم اللي نحن عايشينه، الديكور اللي فيه مثل الاستوديو هون ما في مشكله بينحطوا بهيك، وبينحطوا ببيوت قديمه، بينحطوا بفيلا، بينحطوا بقصر، بينحطوا ببيت عادي، بينحطوا بسجون مودرن، بينحطوا وين ما كان، حتى بينحطوا برا اذا في مدخل البيت، اما شيء بينحطوا برا على البلكون اذا شخص فايت. كيف احجامهم اجمالا؟ على موضوع الحجم كنت رح اقول هلا، في كثير من الاعمال خلال السنه مثلا بجرب اعمل كم عمل من القياسات الكبيره يلي بتشبه الواقع، قياس الشباك او الباب يلي برسمه، وهودي هن بياخذوا كثير رهجه، لانه بينقز الشخص يلي عند ما بيشوفهم بشعر انه هو حس انه هو موجود في الشباك مزبوط قدام هيدا الشباك اما الباب الحقيقي. لكن في الحجم الاساسي مثلا لشباك او باب، وفي احجام صغيره. اذا بدنا نحكي عن الاحجام كلها يعني الاحجام اللي عندي اياها هي كل الاحجام. وبجرب دائما انا مش بجرب يعني لكون كمان شوي مختلف، بيحكمني الموضوع الباب الشباك يكون لانه بالطول، اكثريه التابلويات تبعها هن بالطول، يعني هودي لحالهم هن قياساتهم هن بتميزهم عن غيرهم بسبب لانه هن بتوقع بتشوف تابلو نص متر بمتر ونص، هذا قياس كثير اوريجينال ما في مثله عاده تابلو ثاني. بدي اسالك شغله، اليوم عم نشوف كثير، ما بعرف اذا اسلوب جديد، اكيد انت بتعرف اكثر مني، بس لوحات تبقى لنقول باب بس مقسم على ثلاث لوحات والصوره مكمله بعضها، شو رايك بهالاسلوب؟ كل انسان حر يتفنن مثل ما بيريد، انا ما بحب دخل كثير امور بالمفهوم اللوحه، مفهوم اللوحه بالنسبه لي لوحه مش افكار، يعني افكار اوكي انا بحب مع الفكره الجديده بس ما بعرف انا بدي حبها لازم حبها. انا ما عندي تعليق على، مش من محبزي هال، ما بحب، انا بحب اللوحه بتضل بمفهوم لوحه لحتى نحن نضل اوكي، هلا انا حدا حابب يعمل هيك ما في مشكله يعمل هيك، اكيد كل واحد أكيد بالنهايه يعني أكيد عنده أكيد اسلوبه وحر بشغله. بحب اكثر تبقى اللوحه لوحه انا. طيب اذا نحكي شوي عن رينج الاسعار او الاسعار تقريبا اللوحات، شو ليك الاسعار؟ هي بعتقد ما حدا ما بيقدر يشتريها، كل العالم بتقدر تشتريها، اللي بده يحبها حتى لو عنده معاش محدود شهري بيقدر يحصل عليها، ما فيها اي مشكله، لانه القياسات هي بتبتدي من ماشي، يعني مش من ماشي يعني من اذا بدك نرقم اعطي ارقام، عندي قياسات من $50 لل $5000 تابلويات حسب قديش بتحبيها، حتى لو الانسان ما عنده كثير مصاري، ما حياته مش مصاري اكيد، بس اذا حب الشغله عن جد صدقيني في كثير اشخاص بيشتروا التابلو بيدفعوا له عده مرات لانه حبوه، حتى ما بيكونوا هن محبزين فن او بيحبوا فن. هيدي هي اللي قلت لك عنها، انه لازم جيب ناس ما بيحبوا الفن، هيدا هيك لازم يكون عنده كاركتير الفنان. اجمالا بيقدروا الناس يوصوك على لوحه معينه، يعني مثلا يفرجوك هالحائط بالصالون بدنا نحط عليه لوحه، شو بتنصحنا؟ شو وصلت الفكره؟ قصدك اذا بعمل توصاية؟ ايه اوكي، انا توصاية اشتغلت عليها بحياتي، لقيت نفسي فيها اسير. لانه لقيت نفسي فيها اسير، عرفت انه الفنان لازم يكون عنده حريه مطلقه، ما يعمل شيء بدهم اياه الناس، لانه ولا مره بيقدر يفوت على فكر الناس يعطيهم مثل ما بدهم 100%، ودائما بيصير في مشكله. بلا هالمشكله خليني انا اتفنن مثل ما انا بريد، واذا الناس حبت خلا تاخذهم، والحمد لله ولا شيء بعمله الا ما بياخذوا. قصه التوصاية اذا حدا مثلا بده التوصاية ان شاء الله بيلاقي عندي شيء اللي بيريده احسن ما انه يوصيني. لكن في حالات استثنائيه بتضل يعني انت ما نكون مسكرينها كليا. اوكي، بالنهايه أنتري شو تعليقك على القول اللي بيقول الفن ما بيعيش؟ القول هون بقول انا الفن بيعيش مرتين، اول شيء الفن اذا كان هو حقيقي، يعني صفه الفنان الحقيقيه، اول شيء بيعيش لانه عم يتفنن، ثاني شيء بيعيش لانه عم بيعطي فن، وفي شعب بيهتم بالفن بكل شعوب العالم مش بس هون. مفهوم الفن بتعريفي كبير، مش بتجاوب بهذا الصغير، اذا عندي وقت اقول كم نقطه بحب اقولهم. تفضل. الفن في كثير اشخاص عطوا لحالهم صفه الفنانين او الفنان، هودي مش كلهم هن فنانين،
مش ممنوع الانسان يتفنن، بس مش مسموح يعطي لحاله صفات الفنان او ناس معينين يعطوه صفات الفنان. وهون بصير في مشكله بالاماكن العالم كلها، مش هون بس بلبنان، عندنا منها كثير. بصير في معارض كثير لفنانين كثير، لتابلويات كثير. هون بصير في مشكله وبيخلق قصه انه الفن بعيش او لا. لما يمروا الزوار بيشوفوا كثير تابلويات بيعرفوا انه هودي ما بيعيشوا اصحابهم، مش كلهم، دائما انا بقول مش كلهم، لما نجزم في ناس عندها في عطاء حلو ولا ناس لا. لما بيخلق هذا السؤال براسهم دائما عندهم شك تجاه الفن، بصير بينسوا الفن الحقيقي، من هيك بيخلق كلمه ما بيعيش. هون له علاقه موضوع تنظيم المعارض، له علاقه الاعلام، له علاقه الصحافه، كلهم مرتبطين ببعضهم، لهم علاقات المهرجانات اللي بتصير من خلال الجمعيات او البلديات او المناطقيه وهيك. بيبقى كثير اشخاص بيتدخلوا بامور الفنيه وبينظموا مش كثير قريبين من وسط الفن، وبيطلع العمل في اخر شيء عباره انه شو هيدا الفن، هيدا الفن ما بيعيش، بيقشوا كل الناس بطريقهم. انا صار معي حادثه من وقت قصير، حادثه منها كلمه كبيره، اصغر من حادثه، احدى الصحفيات المخضرمات هي كتبت وقالت انه شفنا هودي التابلويات، وهودي التابلويات اعتدنا نشوف هيك مواضيع، ما بيسوى الناس تشوف مواضيع احسن وافكار جديده. اتصلت فيها وسالتها، قلت لها وين شفتيهم؟ قالت لي انا شفتهم باحدى الجاليريات بمعرض بفتره معينه. قلت لها ذاكر اسم الفنان؟ قالت لي لا. قلت لها هيدا انا. رجعت صححت التصحيح، اجى مش 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 كثير مفرحني. يعني كنت بتمنى منها لما بدها تكتب عن شخص ما بتعرفه تساله. هون مشكلتي اوقات بلبنان مع الصحافه حتى بيوصلوا فكره للناس خاطئه مش بمحلها. نحن ما لازم نقول نحن ما عم نعمل شيء جديد للناس، وتعبنا كثير على نحن حياتنا، يعني حتى يكون عندنا مواضيع خاصه لنا، تقنيه خاصه، لازم كلبنانيين اول شيء ولكل بلدان العالم. واذا عندهم ثروات وعطاء مواهب من قبل شعوبهم، نحن كلبنانيين نحن لازم نعتبرهم هودي ملك لنا، لانه كثير اشخاص ممكن يقلدونا وما نحن ما نعرف انه اذا عم بيقلدونا ولا هن اخترعوها. لازم نقول للناس اذا عندنا شيء انه هيدا لنا. أندري يعطيك الف عافيه وان شاء الله دائما بالنجاح الدائم. اهلا وسهلا فيك بيوم بيروت. ميرسي لك. إذن أبواب وشبابيك هو المشهد التشكيلي اللي طلع علينا من خلال الشرف الكبير اللي حكيت عنه باستراحة الويكاند. ومشاهدينا بعد جولتنا الفنية على الإصدارات الأسبوعية في عنا أخبار فنية أخرى أطفناها من الصحافة اليومية، كمان ملونة بتشبه ريشة أندري كالفيان. إذن يوميات استراحة الويكاند والتفاصيل مع الزميلة رولا.